اصبر ابو حنان تعال. انت وهقتنا الثلاثه اللي راح. لا الاثنين. الاثنين هو؟ لا ثلاثه. ابو حنان قال ان عندي طققات وما ادري ايش سالفتها. نعم طق اسلامي يا اخوان. ولا طققات ولا شيء. طققات اسلامي ما تجي. طبعا يا شباب عشان تفهمون الطق الاسلامي كيف اوضح لكم؟ لحظه شوي. ما خلاص راح اكمل بوضح لك بالطق الاسلامي بس. شباب ابيكم تردون معي يلا يلا بس يلا يلا بس يلا عطنا يلا لا خذك الزين يلا 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 بس يلا بس يلا. اسمع يلا. صوت يلا. يلا. شباب خذني يا اخي شباب تردون معي يلا نجربهم يلا نجرب يلا 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 تعال 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 نبدا يا شباب نبدا معي رد تكفون يلا 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 لا لا هولي يلا ذكر جلال المحزون كله على الله هولي يلا هولي يلا سريت يلا ساري اليك رديت ونويت يلا وثقني خير من ويت سريت يلا ساري اليك رديت ونويت يلا وثقني خير من ويت هولي يلا هولي يلا هولي يلا ذكر جلال المحزون كله على الله هولي يلا ضيعت باللحن يا ابو حنان صوتك ما شاء الله يا شيخ حرام عليك يا قلبي طيب ابو حنان تقرب شوي طيب ابو حنان يسولف اعيش بلحظتي مسرور احلق في سما الافراح واضحك دون اي شعور ودمع بدنيا كلها أقرأ بدنيا كلها